تألق الملعب التونسي فوزه الرابع على التوالي بانتصاره على ضيفه النادي الصفاقسي بنتيجة هدفين مقابل هدف في اللقاء الذي دار بينهما بالملعب الأولمبي بالمنزه لحساب الجولة 11 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. وافتتح خالد الزعيري التسجيل المحليين في الدقيقة 38 قبل أن يعزز أمير العكروت تقدم الملعب التونسي في الدقيقة 70 من ضربة جزاء. وذلل سوما نابي الفريق للنادي الصفاقسي من ضربة جزاء في الدقيقة 78 ليتقاسم الملعب التونسي المرتبة 6 مع الترجي الرياضي مؤقتا برصيد 16 نقطة.